مشاركة مكثفة للمصورين الفوتوغرافيين من تونس والخارج في إطار ربيع السياحة بالقطار، فرصة أرادها المنظمون أن تبرز تاريخ المنطقة ومقاومتها الأثرية والحضارية ضمن هذه الدورة الأولى. الهدف من العمل هذا أن بارتاجوا صورة القطار في تونس وفي دول خارج تونس في العالم بالأحرى، خطر عنا برشا ضيوف معناها من دول خارجية. أعطونا صور هامة جدا ونعرفوا أهمية وركزنا عليه، علاش؟ خطر أهمية الصور في نقل المعلومة أو نقل الصورة الصادقة إلى مستوى العالم، خاصة وأنه نعرفوا الدول المشاركة هي من أكثر من دولة، كلهم باش يحملوا صورة إيجابية، وإحنا ديجا هذوما سفراءنا باش يسوقوا لمنطقتنا في الخارج. عديد الفقرات التي ميزت هذه التظاهرة والتي استهوت الفوتوغرافيين الهواة والمحترفين فسارعوا لتوثيقها وتبادل الخبرات في طريقة توظيفها، كما كانت المناسبة فرصة للحديث عن مشاغل أصحاب هذه المهنة. عدة صعوبات من جانب الأمني، من جانب الإحراجات، ما عندكش حتى أنك بطاقة أنك مصور يعني محترف أو تسهل لك إجراءات مع الأمن أنك تلتقط صورة، هذه أبسط الأمور. أبسط الأمور ثاني مثلا في الجزائر تجي عبر البوابة والحدود سبيل المثال تجد صعوبات على المعدات لمن هذا. عديد الأفكار تم تداولها والنقاش بشأنها من طرف هؤلاء في محاولة جادة لإيجاد حلول للعديد من المشاكل وضمانا لاستمرار هذا الفن عبر الأجيال. التجاوز يكون عن طريق لو في جهة مسؤولة أو جهة منظمة ممكن تعمل زي آي دي لكل شخص موجود هنا هو بيصور، بحيث أنه في حالة التعرض له في أي وقت من الأوقات ممكن بس بإظهار هذا الاي دي نوعا ما يكون في تساهل مع المصورين بوجه عام، لأنه في مصورين يعملون لدى جهات مختصة هدول مسموح لهم إن هم يصوروا بأي شكل من الأشكال ما في مشكلة، بس طيب المصور العادي شو يسوي لما يكون مش شغال تبع أي جهة؟ فهذا الحال رح يكبت الهواية داخله، ما رح يسوي شيء فيها. المطلوب اللي ديما تصير نشاطات كما هكا، تظاهرات كما هكا، وماذا بينا وزارة الثقافة وزارة السياحة يعملوا كوردينيسيون مع بعضهم، خاطر هذه مع هذه راه ما تجيش وحدها، فهمت؟ المعارض شوية لما بالحق احنا ماذا بينا ديما هكايا ان نحاولوا نعطيه الوجه اللي كان مخبي معناها قبل. في قايمين على الفن هذا باش يشجعونا من ناحية التغطية الأمنية، من ناحية فتح لنا المجال وفتح لنا كل الأبواب اللي تسهلنا المهمة تاعنا، وكذلك أوجه ندائي إلى كبار السن في هذه المهنة ليورثوا هذه المهنة هذه الحرفة ويتركون الفرصة للشباب. هذا الصالون لقي إقبالا مكثفا من المواطنين الإقطاريين وغيرهم، قد يكون فرصة حقيقية للاكتشاف وعن قرب ما تزخر به الإقطار من مقومات جذب سياحي.